اوكي مرحبا شباب. زي ما حكى اريك اسمي دينا. انا من القدس الشرقيه. اليوم حيكون موضوعنا رمضان، بما انه تعلمتوا عن رمضان ورمضان هو شهر كامل في الشرق الاوسط وبيصير فيه كتير اشياء، فكتير حلو ومهم انكم تعرفوا شو بيصير بشهر رمضان وشو بيعني شهر رمضان، مش بس للمسلمين بس كمان للمسيحية، بانه في نسبة لعرب مسيحية عايشين في الشرق الاوسط. بداية انا باجي من عائلة فلسطينية مقدسية مسلمة، فاحنا انا بالنسبة لي رمضان هو شهر مهم وكتير بحبه شخصيا. راح اول اشي نحكي او راح اسألكم ايش بتعرفوا عن رمضان، او انتو ايش اول فكرة بتخطر ببالكم لما احكي شهر رمضان؟ فأي أفكار؟ شهر في يعني الشهور الإسلامية، وهذا يعني طوال اليوم ما تأكل وما تشرب، بس إلى يعني نهاية بداية اليوم ونهاية اليوم. أوكي صح. ايش في كمان افكار؟ تفضل. بعد الصيام يعني حفله اي مش حفله بس يعني رمضان عيد. اوكي رح نحكي عن هذا الموضوع اكثر، وكيف رمضان هلا اللي هو رمضان الغلط وكيف المفروض رمضان الصح، فحنحكي عن هذا الموضوع. وكمان صح إنه الناس عطوا يعني ممكن مصاري وممكن أكل على الناس. طيب أوكي. بداية رمضان زي ما حكيت هو الشهر من الأشهر حسب التقويم الهجري، اللي هو مش التقويم اللي نستعمله إحنا هلا الميلادي. وشهر رمضان بيختلف من سنة لسنة، فممكن يجي مرة في فصل الشتاء، ممكن مرة يجي بفصل الصيف، كل سنة بفصل معين أو في شهر معين. هو كيف بنعرف إنه بدأ رمضان؟ نعرف إنه بدأ رمضان من الهلال. الهلال هو شكل القمر، فأول ليلة منشوف فيها الهلال يعني بدأ رمضان، يعني تاني يوم لازم نصوم. الصوم زي ما حكيت هو الامتناع عن تناول الأكل أو شرب أي إشي من طلوع الشمس حتى غروب الشمس. فالفكرة من رمضان ممكن نحكي هي أكثر من إشي. أولا الإحساس مع الفقراء والمحتاجين، لأنه لما الواحد ما يأكل ما يشرب بحس بالنقص اللي بيعانوا منه ناس بشكل يومي، كل يوم جوعانين، كل يوم ما في مي نظيفة عندهم. فلما نصوم بنحس بالمعاناة أو بقدي صعب إن الواحد يعيش بدون أكل وبدون شرب. ثانيا الصوم زي ما في بكتير أديان، مش بس بالدين الإسلامي، زي الدين المسيحي، بكل دين في عندهم نوع معين من الصيام، أكيد بيختلف من دين لآخر، بس هو كمان نوع من إنك أنت لما تكون صايم بتكون بدك تبتعد عن أي إشي ممكن يبعدك عن الله، بدك تعمل إشياء تزيد قربك من الله وعلاقتك بالله تزيد. فلما الواحد يكون صايم بيكون بده يمتنع عن النميمة، يحكي عن الناس، بده يمتنع عن المسبات، الحكي الغلط اللي مش منيح ينحكى، بيكون بده يمتنع عن يشوف مناظر غلط هي مش صحيحة في الدين الإسلامي مثلا أو بأي دين آخر. فعشان هيك الصيام بيساعد على إنه الواحد يتقرب من الله ويزيد علاقته من الله. فالواحد أو المسلم فعليا بشهر رمضان غير قصة الامتناع عن الأكل والشرب كمان لازم يمتنع عن أكثر من إشي. أول إشي هو عن زي كيف ما قلت عن الكلام البذيء السيء. ثاني إشي كمان الامتناع عن العلاقات الجنسية، ممنوع يكون في علاقات جنسية خلال الصيام. وكمان الواحد لازم يمتنع عن أي إشي هو بحس إنه غلط،
مش شرط ما في قواعد معينة، بس معروف بكل دين شو الأشياء الغلط، بس كمان في أشياء بسيطة وصغيرة كل إنسان بيعملها بشكل يومي، مفضل إنه بشهر رمضان يبتعد عنها عشان يحس بقدي حلو الواحد يكون قريب من ربه. فأنا صراحة بقدر أحكي إنه رمضان مثلاً في بأشهر معينة أو بسنوات معينة أجا في بكون عندي دوام مدرسة، فكان يكون حلو. يعني مثلاً نحكي أول يوم في الصبح، طبعاً ما أكل ولا أشرب إشي، أروح على المدرسة بالعصرونة اللي هو الاستراحة، فترة الاستراحة. في عندي صحبات مسيحية، فصحباتي المسيحية ما كانوا يأكلوا عشان في كتير كمان طالبات مسلمات، فكانوا ما يحبوا إنه إحنا نشوفهم عم بأكلوا، فهذا بفرجي قدي التسامح والحب بين المسيحية والمسلمين موجود في الشرق الأوسط وأنا بحالتي في القدس، فكانوا ما يحبوا يأكلوا قدامنا. غير هيك أخلص الدوام طبعاً أكون تعبانة، خاصة في أشهر الصيف لما تكون الدنيا شوب، فالصعب بالموضوع بيكون المي أكثر من الأكل نفسه، فأكون عطشانة وتعبانة وشوبانة ويكون في كتير دراسة وامتحانات، بس معلش فأروح على البيت وأستريح شوي. كنت أنام الصراحة، بعدين أفيق ممكن أدرس شوي وأساعد أمي في تحضير الأكل ونستنى الأكل ونأكل، بعدين بعد الأكل ممكن نقعد نحضر تلفزيون أو ممكن نقرأ القرآن أو ممكن نصلي كلنا مع بعض مع بابا وأنا وإخوتي وأمي نصلي وراء، أو ممكن يكون في زيارات عائلية، لأنه شهر رمضان هو شهر التسامح، ففعلياً لازم نقوي العلاقات أو الروابط العائلية، فعشان هيك كتير مهم إنه الواحد يشوف عيلته في شهر رمضان. هلأ فعلياً اللي هلأ عم بيصير هو إنه منشوف بعض بعزايم اللي هو بيكون في أكل كتير، وهذا إشي غلط مش من الدين. بالدين الصحيح لازم الأكل يكون قليل مش كتير، مش عزايم زي ما بتشوفوا مثلاً في بلاد الخليج أو حتى في بلاد الشام بشكل عام. هذا غلط، لازم الواحد يقتصد بالأكل ويصرف الأموال أكثر على التبرع للمحتاجين أو الصدقات. فعشان هيك مفهوم رمضان هلأ أو مفهوم رمضان الحالي في بلاد الشام عم بيصير أكثر إشي بطل معنوي، صار أكثر مادي، وعم نهتم بالقشور مش عم نهتم بأساس الدين الصحيح. فغير قصة الأكل اللي هي تعتبر حجة إنها لإحياء العلاقات الاجتماعية والروابط العائلية، في كمان مشكلة اللي هي مثلا قصة المسلسلات رمضان. مسلسلات رمضان مثلا في كتير مسلسلات مش دينية، اللي هي حتى لو إنها مش دينية كمان ممكن يكون فيها أفكار بتشجع على الخطأ، فعم نشوف هذا كتير في السنوات الأخيرة، وفي كتير مسلسلات عم تنعرض في الشرق الأوسط اللي هي غلط تنعرض بشهر رمضان، لأنه شهر رمضان صار يرتبط بالأكل الكتير وبالمسلسلات، وهذا غلط. لازم شهر رمضان يرتبط بالصلاة، بالتبرع اللي هي صدقات، وبالإيمان وبالدعاء لله. فعم بيختلف مفهوم رمضان الحالي، واللي هو إشي كتير محزن وسيء الصراحة. فهلأ مثلاً حأفرجيكم كليب أو فيديو قصير بيفرجي حياة العائلة العربية أو العائلة المسلمة في الشرق الأوسط، وكل فرد في العائلة بإيش بربط رمضان. فرح نوقف بعد كل شوي من الفيديو القصير ونحكي عن أنتوا إيش فهمتوا، وأنا أحكي لكم عن هاي الحالة بالضبط شو الفكرة من وراها. فخلونا نبدأ. أوكي.
الساعة صارت 8 راحت علي نومة وتأخرت عن الشغل. يا أبو رعد شو كذا كلاسي رمضان كريم بعدين موظفين الدولة الدولة مش لبن الساعة 11. إيه كلامك مزبوط يا أم. اسمعي خليني أروح أكمل نومتي وفيقيني بعد ساعة لا تنسى ليش. أوكي في هذا المقطع شو فهمتوا؟ هو حكى انه الشمس يعني برا هلا وكان ما بعرف الساعة 8 او شيء ويعني ليش بتشتغلي و الا زوجته بس بعد هيك هو يعني حكى انه كان تعبان ولا نعم. أوكي. في كمان أفكار؟ في إشي غير فهمتوه؟ كل صح. أوكي. طيب. هو اللي حق اللي حكاه صح. بس غير هيك هي كانت الفكرة إنه الدوام بيبدأ الساعة 8 الصبح. أوكي. بشهر رمضان لأنه الناس بيكونوا سهرانين كتير لأنه مثلا ممكن يكون الفطور اللي هو وقت أذان المغرب متأخر ممكن يكون الساعة 9 بالليل أو 10 فالناس بيناموا متأخر فتاني يوم صعب يصحوا بكير فعشان هيك في كتير أشغال بيبدأ الدوام بعد الساعة 8 مش على الساعة 8 فهو فكر إنه نتأخر هو متأخر بس هي قالت له مالك ناسي الدوام هلا بدا الساعه 11 مش الساعه 8 فراح رجع ينام. اوكي يعني البرنامج بالشغل متاخر شهر رمضان مش بكل الاشغال اكثر اشغال الحكومه مش مثلا المؤسسات الخاصه فهو مش اوفيشلي هيك بس هيك اللي بصير. صباح الخير ماما. شوفي مثل ما اتفقنا امبارح هون تكتبي اسم المسلسل وهون اسم البطل وعلى الطرف هون وقت قناة البث واذا عندك في اي ملاحظات على المسلسل تكتبيها هون على ظهر الورق. اوكي حاضر يما على راس. اوكي هون ايش فهمنا؟ البنت بس بدها تشوف مسلسلات بالكل بالضبط وهي عشان عندها دوام جامعة فمش راح تكون بالبيت طول النهار فطلبت من امها تكتب لها كل مسلسل والبطل تاعه وعلى اي قناة والوقت العرض فبفرجيك كيف مثلا بالشرق الاوسط صارت مسلسلات رمضان من اهم الاشياء اللي هو كمان اشي غلط بس هيك صار الوضع الحالي للأسف. طول الليل وانا عم بحلم بالاكل فئت ميت من الجوع بليز ما تنسي مقلوبة باذنجان مع شوية دجاج محشي وصحن شوربة خضرة وشوية ورق دواي محجل. حاضر ماما. اوكي هون عن ايش كان يحكي؟ ايش طلب؟ بالضبط فهذا بفرجيك كيف لانه الواحد بيكون جوعان كثير بيكون بس عم بفكر بالاكل وهو مش المفروض هيك يعني المفروض انه نفطر على اكل بسيط بس هو بده كل اكل بالدنيا اللي هو شيء غلط يعني بس الواحد ما بيقدر يعمل شيء. تفضل. هاي في حدا فكره يعني الرجل دائما بده سوي البنت دائما بدها تشوف المسلسلات ممكن اللي هي يعني ستيريوتايب بنوعا ما بس يعني ولا والام اللي بتطبخ الام ما عندها شغل اخر ف يا اوكي ماما في ايه ريحته شمي ماما يا عليك يا عبود لا يلا لا تقلي حول شيء يلا يلا خلي بس المدرسه بزمن عبود يلا. اوكي هون ما في فكره ايش فهمتوا وما في فكره اساسيه بس فرش اسنانه هلا اللي هو اصلا كمان شيء كثير غلط في كثير ناس بيفكروا انه اذا فرشوا اسنانهم ممكن يبلعوا مي وهو اصلا عشان تكون صايم ممنوع تشرب مي
ففي ناس ممكن يفرشوا سنانهم، في ناس ممكن ما يفرشوا سنانهم، اللي هو غلط كتير يعني. فهو بس عم بيحكي، بسأل امه اذا في له ريحة توم، خاصة انه مثلا لما تكون مش شارب كتير اشياء او مش ماكل اشياء ممكن تطلع ريحة التوم، فبس عم بسأل امه اذا هو عنده ريحة توم. اوكي. ابو رعد قوم يا زلمه، قوم يا ابو رعد. شو في؟ مر بالمدفع؟ لا انت صادق يا ابو رعد، خذ الدوام طمحنا. ما تاخذ يا ابو عمر، رمضان كريم. اوكي هون ايش فهمنا؟ هو كان نايم صح؟ اوكي فعليا هون في اشيين ممكن يفرجينا اياه. يعني اول اشي انه هو كان نايم خلال الدوام لانه هو صايم فتعبان، فما عم بيأدي شغله بطريقة صح، ما عم بيشتغل جد جد جد، اللي هو اشي سيء طبعا. وتاني اشي قال له خلص الدوام. برمضان الدوام بيخلص ابكر من العادة، يعني مثلا اذا الدوام عادة بيخلص الساعة 4، برمضان بيخلص الساعة 2 مثلا. دوام يعني انت لما تروح على الشغل. اوكي الله ستر. الو ابو رعد، ان شاء الله ما عليك بالازمه. رمضان كريم. وين كتبت يا زلمه؟ شو بقول يا ابو رعد؟ رعد متوحم على مقلوبه، بدي تجيب لي معك شوي باذنجان. شو؟ باذنجان؟ انت عارف قديش كيلو الباذنجان يا ابو رعد؟ شو بتقول؟ مش سامعه. طيب ماشي، ان شاء الله. شو صاير؟ يا الله، يلا يا قاتل يا مقتول. اوكي هناك شو فهمنا؟ شو صار؟ ممكن زوجته لازم شيء للاكل وهو تعبان وجعان، وكمان حكى غالي. هي حكت انه ابنها مش قالها بدي مقلوبة بتنجان قبل، متذكرين؟ قالها بدي مقلوبة بتنجان، الولد اللي حكى بليز او اشي هيك. فبيقولها البتنجان غالي يعني. هلا مش ضروري يجي على باله بتنجان. فبعدين راح على محل، ايش مكتوب كان على الارمة؟ قرأتو؟ خلينا نرجع شوي. هيا هون قطايف ابو العبد. اوكي تعرفوا شو يعني قطايف؟ القطايف هو اشهر حلوى بناكلها احنا برمضان، اللي هي عباره عن عجينه. اوكي اللي هي شويه بتشبه البانكيكس، نفس عجينه البانكيكس، بس بنحط فيها يا اما جبنه او جوز وبنقليها. فهلا ذكروني افرجيكم صوره للقطايف. فالقطايف هي اشي كتير اساسي برمضان، لانه عادة بس بناكلها برمضان مش بوقت تاني في السنة، ودايما بيكون محلات القطايف كتير ازمة، فعشان هيك فرجانا كيف كان في كتير ناس وكيف هو طلع بعد ازمة. فنيا استنى وين كنا؟ سمع ابوك بابا، انا صار لي 3 ساعات واقفة بستنى باص او تاكسي او سربين. الباصات مثل علب السردين والتكاسي ما عم بوقفوا لي والسرابيس انقطعوا. بابا شو اعمل؟ هيني جايك يابا، بس بدك تستني لك شوي ابو ساعتين زمان حبيبه اوصل لك. اوكي هلا شو صار؟ كانت تستنى يعني 3 ساعات بالباص وفي كتير زحمه في. اوكي فسالت ابوها اذا بيقدر يجي ياخذها. اوكي فهون بنقدر نشوف انه اول شيء قد ايه في ازمه، انه الكل بده يروح على بيته، الكل شوبان، الكل تعبان كثير.
وضلوا يحكي رمضان كريم. هلا الاشي المضحك انه في رمضان ممكن يصير في كتير اشياء بتعصب انه يا الله ليه هيك عم بيصير، وممكن مرات تحكي اشياء غلط ممكن تسب. فبرمضان اذا سبيت رح يروح صيامك، مش المفروض تصوم برمضان تسب برمضان سوري. فبضل يحكي رمضان كريم رمضان كريم يعني عشان يمنع حاله من انه يسب، مع انه الدنيا شوب وزحمة. ف يا اي اوكي اوكي ايش صار هلا؟ ضرب المدفع. شو يعني ضرب المدفع؟ هلا ضرب يعني ضرب المدفع هو بيكون مع اذان المغرب اللي هو الوقت اللي بنقدر ناكل فيه بيحكي الله اكبر. وكمان في عاده اللي هي اصلا بدت بالقدس اللي هم كانوا يضربوا المدفع. ضرب المدفع هو زي كانه مش قنبله بس هو اسمه مدفع، ما بعرف كيف احكيها، بس بيطلع صوت زي هيك بوم، الكل بيعرف انه هلا بيقدروا ياكلوا. فهيك قصد الولد انه ضرب المدفع وحكى الله اكبر يعني. اوكي هون شو عم بيعملوا بالصوره؟ بيصلوا او بيقراوا اشي. فاحنا عنا قبل ما ناكل في عنا دعاء نقرا قبل ما نبدا ناكل، بس فعليا نحكي فيه انه الحمد لله على كل اشي وتقبل منا صيامنا عشان احنا صمنا، فعم نطلب من الله انه يتقبل صيامنا وبنشكره على كل نعمه. اوكي فهم هلا هون قرأوا وعم بيقرأوا كتير بسرعه، بدهم يبدوا ياكلوا واللي هو غلط، الواحد لازم يقرأ شوي شوي يحس باللحظه. فهم عم بيقرأوا كتير كتير بسرعه عشان يبدوا بالاكل. اوكي عم باكل المقلوبة بتاعته. المقلوبة بتشهي. كل يا حبيب امك كل، جاي عبالك مقلوبة ها؟ الو؟ اوكي هذا هو. فبس قال له جعبالك المقلوبة كل، يعني عم بيعايره وعم بيقول له جبت لك بتنجان غالي وهي كل. فهلا شفنا ايش عم بيصير برمضان. هلا بدنا نحضر كليب تاني بقولنا عن احنا هلا شفنا اشياء غلط بتصير برمضان صح؟ مثل ايش؟ احكوا لي امثله. حكينا عن اكثر من موضوع، ايش في اشي متذكرينه؟ خبرت يعني مش ممكن او مش صح يعني. غير الاشياء الاساسيه في اشياء اخرى بتصير، ايش هي؟ حكينا البنت شو طلبت من امها؟ مسلسلات. الدوام كيف هو كان تعبان ما عم بيشتغل صح. فهو فعليا برمضان مش المفروض هيك، المفروض شهر رمضان يكون شهر كتير الواحد عنده نشاط ومش مفروض يكون تعبان. بس احنا في عادات معينة بنعملها اللي هي غلط، اللي هي مثلا شفتوا هلا كيف اكلوا كتير بسرعة بعد ما أدن، مش المفروض هيك لأن الواحد ممكن يتعب يصير عنده خمول. فلازم الواحد حسب السنة النبوية اللي هي حسب كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل زمان، اللي هو انه كان ياكل تمرة. اوكي وايش يعني تمر؟ تعرفوا شو يعني تمر؟ اللي هم الديتس. اوكي ويشرب مي ويروح يصلي بعدين يرجع ياكل. اوكي بس احنا هلا ما بنعمل هيك، فهذا بيؤدي لانه الواحد يكون تعبان وخلص بصير بده ينام بعد الاكل وكل هذا. اوكي فهلا بدنا نحضر هذا المقطع اللي هو من شيخ بيحكي عن اكثر من شيء احنا بنعمله غلط اللي هو هلا احنا شفناه بالكليب، وايش الصح ايش لازم نعمل. اوكي
إذا عندكم أسئلة قولوا لي، أنا رح أضلني أوقفه، بس إذا عندكم أسئلة أكتر قولوا لي أوقف وبوقف. أوكي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن أخطر الأمور التي يقع بها المسلمون اليوم أنهم يتلهون بالقشور في شهر رمضان، وأنهم يخالفون سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم عندما لا يغتنمون الوقت في هذا الشهر الفضيل. فنرى الكثير من الناس وخاصة النساء يتلهون بالطعام والشرب، فترى ربة الأسرة الأم وجزاها الله عنا كل خير تقف في المطبخ من الصباح ربما إلى وقت العصر، وهي تعد الطعام والحلوى وأنواع مختلفة. فهذا الأمر يتم به المبالغة أو يتم به حتى الإسراف، هذا يسمى أو يدخل ضمن حتى القشور، لأنه يجب أن نأكل، يجب أن نتغذى، يجب أن نشرب، ولكن ليس إلى هذا الحد أو المستوى من تضييع الأوقات. ثانيا، أوكي، إيش كانت أول نقطة حكى عنها؟ هو بس حكى إشي واحد عن يعني الصح لازم نأكل بعد الصيام، بس كل يوم مش لازم نحفظ على الأكل، يعني مش لازم نكون في المطبخ كل يوم. أحسنت، صح، أوكي. ففعلياً عم بيحكي إنه زي ما شفنا الام في الفيديو اللي قبل قضت طول النهار هي عم تطبخ، اللي هو اشي غلط لسببين. اول اشي انه شهر رمضان لازم يكون فيه تقشف، تقشف يعني ما ناكل كتير، لانه احنا مفروض نحس بالفقرة. شو استفدنا اذا كل يوم جوعانين واكلنا بالليل؟ الفقير ما باكل بالليل، الفقير بضل جوعان دايما. فالهدف من رمضان مش انه يلا صمنا طول الليل طول الصبح وهلأ نقدر ناكل، لا، لازم الواحد ياكل بس انه يكفي حاجته، مش اكل كتير وانفاق اموال كتيرة. اوكي؟ تاني اشي انه الام لما تكون بالمطبخ هي عم بتضيع وقت ثمين اللي هي بتقدر فيه تكون عم يا اما تقرأ قرآن او تصلي او تدعي الله. اوكي؟ فهذا الموضوع بيعمل لنا مشكلتين. اوكي؟ هلأ عم بحكي عن موضوع آخر، نسمع. من القشور أو ليست حتى من رمضان وليست من الإسلام، ولكن لأنه يستخدم اسم رمضان واسم الإسلام للتسويق لهذه المسلسلات التي تسمى بالمسلسلات الرمضانية أو ما يسمى أيضا بالخيام الرمضانية، أيضا ننبه ونحذر منها ألا يلتهي الرجل ولا المرأة ولا الشاب ولا أي مسلم بهذه الأمور، وخاصة في شهر رمضان، وكأنه يوجد خطة مبرمجة من أعداء الإسلام لكي يبعدوا الناس عن دينهم، عن صلاة التراويح، عن تلاوة القرآن، عن حقيقة الصيام عندما يلتهي المسلم بهذه المسلسلات. حتى نرى البعض القنوات تعيد حتى هذه المسلسلات في وقت السحر، بدل أن يدعو الإنسان ربه في وقت السحر وأن يستغفر الله وأن يصلي صلاة التهجد أو قيام الليل، نرى يلتهي بهذه المسلسلات أو هذه الخيام التي يكون فيها التدخين أو ربما بعض المغنيين أو المقلنات. فكل ذلك من المخالف للإسلام ومن المنحيات التي نحذر منها، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يغتنمون كل لحظة في شهر رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أوكي، عن شو حكى هلأ؟ يعني إذا الناس يشوفوا المسلسلات الرمضانية كل اليوم، مش ممكن يصوموا، ومش ممكن يقرأوا القرآن وأشي يعني بسبب رمضان. صح. وهو كمان مركز على موضوع الخيام الرمضانية. الخيام الرمضانية هي عادة عم بتصير هلأ في الشرق الأوسط أو بالبلاد العربية، اللي هو بعد الإفطار. أوكي؟ عشان طول النهار بما أنه ما في أكل، فالمطاعم بتكون مسكرة، بتكون مغلقة،
فبعد الفطور في كتير مطاعم بتعمل خيم رمضانية. الخيم الرمضانية هي عادة هلأ بالشرق الأوسط، اللي هي بتكون تقدر مثلا تروح تطلب حلوى بعد ما انت تكون أكلت بالبيت، تطلب حلوى وبيكونوا حاطين المسلسلات الرمضانية، والكل بيقعد يحضر المسلسلات الرمضانية ومثلا يأكل أو يدخن أو يأرجل. فلما هيك يصير الواحد يا إما أول إشي بلتي عن صلاة مهمة كتير بشهر رمضان اللي هي اسمها صلاة التراويح. صلاة التراويح إحنا بنعرف بالعادة في 5 صلوات باليوم، أوكي؟ إيش هم؟ تعرفوا شو الصلوات؟ أوكي، الفجر، إيش بعدين؟ الظهر اللي هي تقريبا نون يعني، بعدين في العصر اللي هي afternoon يعني، بعدين في المغرب اللي هو وقت غياب الشمس من غروب مغرب، بعدين في العشاء اللي هي قبل النوم. ففي برمضان صلاة اللي هي كتير مهمة هي اسمها صلاة التراويح، بيصلوها الناس مع صلاة العشاء، أوكي؟ فإذا أنت بتطلع على الخيمة الرمضانية وبتقعد تحضر مسلسلات وتأرجل وتدخن، فالناس بصفوا مش عم بيعملوا صلاة التراويح أو مش عم بيصلوا الصلاة الصحيحة اللي هي أصلاً كتير مهمة بشهر رمضان، فهاي العادة كتير سيئة، أوكي؟ فحكى عن هذا الموضوع، وحكى كمان عن طبيعة المسلسلات، مش كل مسلسل يعرض في رمضان هو مسلسل صح يعرض، لأنه في كتير مسلسلات ممكن يكون فيها مناظر غير لائقة إنه الواحد يشوفها في رمضان، ومش مثلاً مسلسلات دينية بتحببك من الله وبتزيد العلاقة من الله. فكتير مهم إنه الواحد يدير باله ويستعمل رمضان قد ما يقدر إنه يتقرب من الله بالدعاء والصلاة والصوم الصحيح، مش الصوم بس إنه ما أكل وما أشرب، وإنه يتصدق ما يأكل كتير وينفق مصاري كبيرة على العزايم والأكل اليومي. صح إنه حلو الواحد يحافظ على علاقاته الاجتماعية والأسرية، بس مش شرط العزومة تكون أكل كتير غالي وعزم أو أكل كتير اللي هو بصفي عم ينكب مش عم يتاكل كله. فالواحد لازم يرجع للصراط المستقيم وللسنة النبوية الشريفة إيش بتعرف الصوم، ويتمسك بهذا الإشي. فهذا هو شباب، شكراً. اوكي خلاص. بدي افرجيكم القطايف، صح؟ عندي سؤال. تفضل. الصوم أسهل بالصباح أو بالليل أو بالمغرب؟ هو أصعب إشي بحالتين، يا أما لما تكون الدنيا كتير شوب اللي هو بالظهر، وكمان صعب قبل الأذان لأنه بيكون خلص يلا قرب شو عنيني كتير. فهدول هم أصعب إشيين بالصوم. فالصبح إذا كانت الدنيا شوب، وكمان بالليل عشان بيكون واحد خلص كتير جوعان وقرب الأذان. أوكي، فهي القطايف هيو. ففعليا هي العجينة زي عجينة البانكيكس شوي، هيها هون شايفينها. فبتنحشى فيها يا إما جبنة أو جوز، وبتتسكر وبتنقلها، أوكي؟ وبنحط عليها قطر اللي هو زي الميبل سيرب تقريبا. شو اسم؟ قطر. اللي هو قطر يعني سكر مدوب، فبس بعطي نكهة حلوة للأكل. فيا هيو مثلا، هيو هون شايفين بالنص، هذا هو القطر. وفي هدول القطايف اللي هو المسكرة يعني، وفي القطايف الصغيرة هلأ شفتها. هاي القطايف هاي اسمها قطايف عصافيري، هاي شايفينها بالكورنر هناك، اللي هي بتكونش مسكرة على آخر وبكون فيها قشطة. اوكي، ايش يعني قشطة؟ ايش انتو فاكرين هذا الاشي جوا ابيض؟ يعني زي كأنها كريم تشيز حلوة. اوكي،
هذا هو القطايف. هذه قطايف خاصة لإيش؟ للشام؟ يعني بلاد الشام ولا لكل الشرق الأوسط؟ هي فعلياً ببلاد الشام، يعني ما بعرف إذا هي يعني أكيد صارت عادة في دول الخليج، لأنه في كتير ناس من بلاد الشام عايشين في دول الخليج، بس هي كعادة وين نشأت وين بدت فببلاد الشام. بشكل عام يعني عشان هن في أمريكا ناكل كتير الهل، بس بشكل أسد تأكل كتير الهل. هلا خلوني أفرجيكم صور. أوكي استنى شوي. الحلو العربي الأصلي. اوكي مش عم بعمل دعايه، هاي مش دعايه. فهي هون بنشوف هذه الحلوى العربيه، عربيه اللي هي بتكون حسب ما شايفين مش كتير شوكليتي، يعني مش ال يعني مثلا هون اكثر الحلو ممكن يحتوي على الشوكولاته اكثر. اوكي بالشرق الاوسط لا، يعني هو الحلو العربي هذا، بس انا مثلا بالنسبه لي بحب الحلوى اللي فيها شوكولاته، فمش كتير بحب هذا الحلوى. اوكي فهذه فعليا الحلوى العربيه عربيه. اوكي وايش حلوتك المفضله في امريكا؟ ممكن احكي سوفلي. بس بالشرق الاوسط تعرفوا الكنافه؟ سمعت منها. اوكي خليني افرجيكم اياها الكنافه كمان، لازم تشوفوها. يعني انا لما اكون بفلسطين ما بيجي على بالي كنافه، اول ما اوصل امريكا بدي كنافه بصير. اوكي هاي الكنافه. فشايفين يعني صعب تنعمل الكنافة لأنه في عجينة معينة اللي هي هاي الصفرة الفوق، وفي الجبنة النابلسية، فالجبنة النابلسية هي جبنة حلوة فعليا، فصعب تنعمل بمحل مش بالشرق الأوسط أو بلد عربي. وفي نوعين كنافة، في كنافة خشنة زي هون، فبتكون العجينة خشنة مش ناعمة. أوكي أما هون فعجينة ناعمة. أوكي أنا بحب هاي أكتر. فيا شوفوا هون هلأ في عادة جديدة بحطوا معها شوكولاتة أو نوتيلا، أو حتى القطايف هلأ عم بيصير أكتر باكلوا القطايف مع نوتيلا، فبتصفي زي كأنها إيش اسمه بانكيكس. فيا بتفننوا الناس. شوفوا هون مثلا صغير صغير هيك حلو منظره. فهاي مثلا كعكة كنافة، في تشيز كيك كنافة تخيلوا. فيعني هذا هو شايف ياما هون شوفوا شوكولاتة. سكري ديابيتيز. يلا عيد الميلاد هون ما في دراسة، ما في صفوف، في أماكن شرق الأوسط وين ما في صفوف برمضان. هلا رمضان لا عادي في صفوف، ما في صفوف في عيد الفطر. عيد الفطر اللي هو إمتى بيجي؟ بعد رمضان بالضبط، آخر يوم رمضان بيحكوا لنا إنه خلاص هذا اليوم آخر يوم رمضان، بيعرفوا من كمان من القمر إنه خلص رمضان، بيحكوا إنه تاني يوم رح يكون عيد الفطر. عيد الفطر من اسمه فطر، من أي كلمة؟ من فطور. أوكي فلازم بهذا اليوم الكل ممنوع ولا حدا يصوم. هلأ فعلياً
في أكثر من حال الإنسان ممكن فيها يفطر في شهر رمضان، ممكن إذا كان مريض، ممكن إذا كان مسافر، ممكن إذا كان تعبان، في أكثر من إشي، مش تعبان بس تعب يعني في حالة مرضية معينة، أوكي؟ فلازم كل حالة في إلها فتوى معينة إنه كيف الواحد لازم يقضيها، أوكي؟ ففي من الحالات إنه لازم نصوم بعد رمضان عشان نقضيها، بس في الفطر، أيام الفطر، أوكي؟ ممنوع حدا يصوم، لازم الكل يفطر، الكل ينبسط، العيلة تجتمع مع بعض. فعيد الفطر اللي هو بالضبط بعد رمضان بيكون فيها ما في مدرسة، أوكي؟ هذا أول عيد. ثاني إشي اللي هو عيد الأضحى، أوكي؟ اللي هو بيجي بعد رمضان تقريبا ممكن 5 أشهر 6 أشهر، أوكي؟ اللي هو فيه اللي هو أضحى من أضحية، أضحية يعني لما يذبحوا خروف ويوزعوه على الفقراء، فاهمين كيف؟ اوكي، ايش يعني خروف؟ ايه اوكي، خليني افرجيكم ممكن تفهموا اكثر. خروف، تضحي الحروف، يعني تقتلي الأبجدية. الحروف خروف مش حروف. اوكي، ايش هذا؟ هذا خروف، اوكي. فبقتلوا الخروف فعليا وبيوزعوا اللحم على الفقراء، اوكي، اللي هي عشان هيك اضحيه. اضحيه يعني لما انسان يضحي، تو ساكريفايس، فانت هاي الاضحيه بتضحيها عشان الفقراء والمحتاجين، اوكي، بتوزع اكل او لحمه للفقراء والمحتاجين. ففي هذا العيد كمان ما بيكون فيه مدرسه، واكيد مثلا انا مدرستي كريسمس ما كان عندنا دوام، طبعا ايستر ما كان عندنا دوام، هون في دوام للاسف، بس بمدرستي ما كان في دوام. وايش في كمان اعياد؟ فعليا هذا هو، يعني ما في كمان اعياد دينيه. طبعا اليهود عندهم اعياد كل اسبوع، دائما معيدين. بس هذا هم بالنسبه ل الوطن العربي واعياده. بس خلينا اشوف هون، استنى شوي، بدي أفرجيكم فيديو بركن لعيد الأضحى عشان تفهموا أكتر، لأنه حسيت صعب تفهموا. أوكي، هلا فعليا بسم الله. ها اوكي، فعليا بتعرف كيف في ايش الاكل الحلال بالنسبه للمسلمين؟ اوكي، ايش يعني بورك بالعربي؟ خنزير. لحم الخنزير. وكمان ايش عشان يكون حلال؟ لازم يكون لما ذبحوا الحيوان مثلا جدي او خروف، لازم يكونوا سموا حكوا بسم الله الرحمن الرحيم، اوكي. وفي كمان طبعا حالات اكثر للاكل الحلال، اللي هو مثلا ممنوع ناكل مثلا طيور مذبوحه، مثلا الطيور اللي بتفترس زي مثلا غراب، هيك اشياء ممنوع ناكل، ديدان، او في اكثر من حاله طبعا. بس هون عم بفرجوكم كيف عم بذبحوا خروف، اوكي، اللي هو مش كثير منظر حلو يعني، بس انا عم بحاول افهمكم، فما حنحضره، رح نرجع للكنافه. فبس هذا هو ذبح الخروف، يعني يقتل الخروف فعليا، عشان هيك الاضحى من الاضحيه، اوكي.